بمروا من حقنا بتصورها طب روح الله روح ايه معكم إذاعة نجوم لبنان نحن وين هلا نحن هلا وحشتي هون شوي شوي هلا نعم أنا بقول لك هون وين خليك شوي شوي هلا هون يا باشا شارع رياض الصلح سابقا لك الصورة هون صارت هي الصورة ريتش ريتش هاي تمثال رياض الصلح يا حبيبي تمثال رياض الصلح برمموه مرحبا رياض الصلح كيفك؟ هلا كيف بنروح؟ زين نزور ما في مشوية؟ ما بعرف في شيء هون عاملينه جديد عكس السعر اكيد شور نحن هلا يا باشا هون لحظة هون شارع المصاري بقولوا شارع المصاري وبنوصل بتصور على باب ادريس على على هذا وين وزارة المالية وقف شوي هلا لا روح روح الفجاج هلا يعملوا لنا قصة هلا ايه على اساس نحن سياح هلا ايه وين 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 اسمه خفف شوي خفف شوي خفف 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 هذا الجامع مطرح ما سرقوا ايوه هذا الجامع الكبير بس يعني لا تؤاخذنا عم نسوق توقف شوي هلال
اروح خلص يعني. هون رح نوصل هلا. شو؟ على محل الحج. بس عم بتصور. بتصور على شارع بيبون. عم بيقدر ايه. صوتك عم هذه هي البلدية يا باشا. لا بلحظة بس نروح على جنب. لحظة بس. انت وينك هلا؟ ايه. ايه اوكي. اوكي يلا باي. باي. هلال. يلا روح. ما حنحط كل شيء بس يعني هيك منظر صغير. على فكرة هاي يمكن تاني مرة بيجي لهون. وقف يا باشا. هيدا يا باشا الجامع اللي بوجه الحاج. ايوه ما نقدر نوصل له. يلا هاي البلدية. خفف شوي 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 شوي. هيدي مبنى البلدية. هذا الجامع اللي عم بقول عنه مش هداك. هداك شو طلع كنيسة هداك؟ لا جامع هداك. جامع؟ هيدا يلي ورا. هون يا باشا الجامع القديم عم بيرمموه هو، كان في مقدنة نتذكر. طيب رح انزل بس تكي. حسان ما بعرف إذا هذه الساعة كانت موجودة ولا مش موجودة، بس أنا اللي بعرفه إنه هذه النازلة كانت تنزل منها من رياض الصلح، وهذا الجامع، وبترجع بتبرم في كنيسة هون ما بعرف إذا كانت موجودة. نرجع بنطلع دغري هيك على ساحة الشهداء. كله مغير ما في شيء، كان في بنايات كثير هون كله راح. كله راح، أنا بعدني واقف محلي وبنوصل هون محل بيي. مزبوط؟ صحيح. هون مدري، إيه مزبوط هون. وهيدا سعد وباتا وأبصر مين. وهذا مبنى البلدية، المكتب الرئيسي طبعا، وهذا شارع بيبون. اشتغلتوا هون انتوا؟ تمام لما قبل مسافة ما بعرف. يحيي مهرجان المطبخ العكاري الكبير هون مفرق بيك بتنزل نزول. انا مذكر كان في فور يمكن او شيء. روحي لا والمطربة النجمة سلطان بالاشتراك بتعطي الصورة. أظهر المأكولات مع مشروع مفتوح، سعر البطاقة 30 و 40 دولار وذلك مساء السبت 29 آب. هون كان في سينما صح لا؟ ريفولي. هون يا باشا عملوا حفلة فيروز من شي 3-4 سنين. كان وقت الافتتاحية. ما انت رح تقلع. هلا بينت شوي. احنا بالاسواق التجارية لهلا بعدنا منضيع. كيف بدك تفوت من ما هو كله حجار حاطين؟ وسائل متنوعة للترفيه والرياضة والتسلية في الصيف الخير وآخر شتوي ولسائر المستشفيات. هلا في جسر هلال اذا بدك لما بتفتح يعني لكافه الحفلات والمهرجانات والمناسبات الخاصه
هذه الكنيسة كمان اكتشفوا انه فيها اثارات كثيرة. فقرروا يرمموها. هيك بالطريق بهذا الاوتوستراد فينا نطلع على الاشرفية. ونحن هلا رايحين على برج المور. يعني اسماء لك زمان ما سمعتها. هذا برج المور صاحبنا. لا مش مصر. من فوق الى خفف الى البس شوي. هذا برج المور يا باشا. برج المور الى خفف شوي صغيره بس. ما فيني خفف شوي صغيره. معلش اعمل الفلاش هيك بده يصير. في بانولا له ما تبين مكتوب بروشي هلال منارة. شفتو؟ شبهت له لبرج المور شو رح يصير؟ شفت البانو تبعه؟ ايه هلال؟ هذا جسر جديد اوتوسترادات جديدة ولا بعمره بعدنا هلا مش حافظينه. بعلم البلد وقفت سنة ممنوع تمرق بهالشارع بعلمتك طلع معنا هيك الصورة عم بتعرف عليهم هلا بعد ما جديد. يعني خريطة بيروت كلها مغيرة ما حدا بيعرف شي من شي. على فكرة هم مدرسة بنتي. مدرسة بنتي ليز انسون ليز انسون روم كاثوليك او شيء شو بعرف. اول مره بسمع عن ايه هلا بعد شهر. يا لطيف الكيف شايف ملايين الدولارات عم تنفتح هون. ما بعرف ليش لا ما بحط طول باله ولا يمشي شوي شوي. وصلنا نحن هلا تقريبا على سان جورج. إليك خلال فيك تخفف يا باشا. هذا الهوليداي هنا ورا منه فينيسيا بس ما مبين. هذا بعد شو هذا المبنى شو هو هذا فلان بترنين. هذا اللي بيبرم بالليل شوفوا من عندي من الباب. وهيك بنكون رايحين لوين؟ على الاسواق. مين هو ده؟ بعد شوي قرا قبل ما شالت كهرباء. هيدا يا باشا هون بيروت القديمة. قبل يعني قديمة يعني حرب. في نوال الزغبي وراغب علامة إذا بتحبوا تجوا. أبو الهول بدك تجي على نوال الزغبي. هون مسبح. هذا سان جورج. نحن رايحين هلا على عين الرئيسي. علي بالحرب كلهم مسكرين كانوا. عندك الهارد روك كافيه هون. هذا وين هو؟ ترى مين طلب شو على الاقل على الاول قالوا لي بعد قالوا لي ما خلي شيء. شو هني عليه؟ شو ابو الهول؟ شو شفت لك شطير؟ هذا هارد روك وين الهاردو؟ يعني ماشي الكاميرا وروا اياك بالله. طب هلا شو شو بيجي يصير فيه هو؟ هذا جديد صار له شنو سنتين فتح هون ايه؟ نحن صرنا بعند المرايسي.
هذا جاي معلم رئيسي. شايف من ريحة البحر؟ أكيد رح نمرق فيه. ما في شي موسيقى احلى. وين في مسبح؟ مسبح؟ وين؟ قد العمود؟ عمود الامريكي يعني؟ هذا الجامع الامريكي مبين من هون. هذا المبنى اللي انضرب بالحرب حطوا فيه عبوة رجعوا جددوه. وين الريفيرا؟ شو اسم الأحلام؟ ولا الشعب اللبناني الرياضي. المرأة معنا كويتية صح؟ يلي بده يطلع. هذا خيال من هول. هيك نقطع على الأمريكية. معكم إذاعة نجوم لبنان. حبتنا لمحة ساعدوني إذا في شيء حلو هيك نقول لي. إي هذه مشخصة. لا لا بكنسل منه يعني بس باخذ اللي بدي إياه. شعب جميل. لازم مبين البحر ولا ولكن انا بالهول هول اللي عم ناخذه. انتبه في غلط. مين؟ رفع بعيد. هطلع بالاوتوبيس لحظة. هلا كمان بالليل منيحة يعني مقبولة. هذا شو هون؟ ريفيرا؟ ريفيرا. هاي ريفيرا. مذكرين الايدي ال شو اسمه؟ ايه؟ عظيم مذكرينها كيف مذكرينها؟ ولا بتصير فيها بالشتاء؟ قلبي شو القلب؟ هيدي انا بتوعد هيك؟ ل 30 سنة وقفة هالسنة قلبت.
كيف قلبي اشتغلت عاصفة مرتبة بالشتاء وقلبتها مش هيك مرممينا هلا ايه مغيرينا كلها فوتني بالحال ما في حتى حبيبه بالازاز هاي بوزه ما في بوزه يمين لا بالك بوزه خلص روح يا اخي مصور بوزه هو زي بوزه على طول اللي كانوا يطلعوا سريعين كانوا ينزلوا هيك وهذا صاحبنا زيبو هذا مسيح صانع صاحبنا عطول نبت عنده عشان نكون مرتاحين سوري بس ما في الا بيطلعوا سيارات بوجهنا هذا لذيذ العادي عنده ارجيلي وخيام حكيت لك مره عن قصص الخيام وما الخيام فهون ماشيين بموضه لاحظت كيف بيقعدوا على الطرطوار عم بيقعدوا برا بالشتا كلياته هذا بصير خيام هو هلا كمان بصير في اعداد رمضانيه هلا هو كله امبارا عن نايلون بس انا صرنا بوجه الروشي بالضبط بس صعب ننزل نشوف الروشي شو قصتها معنا شفناها قبل شوي على فكره هذا اوتيل جديد وهلا بالطازه رويال بلازا لسه لحديت هلا ما اجى ولا زبون عمل ايه؟ امبارح حطوا الحجار يعني هذا هلا بعده عم بينزل اعلانات وعم بقول لعالم انا بلشت يعني طبعا اذا صار في عنده زباين على الرمل البيضاء قبل هو ننزل نزول ايه ايه انا هلا بتصور بهالحاله اللي حدا صار له زمان ما اجى صار فيه يتفرج
كيف بيجي قبل هون بيحفظ الطريق وبيجي على الخط اللي نحن مشينا عليه، لأنه غير خط أنا ما بعرفه. هاي الجراوند كافيه كمان نفس المبدأ. أنا أساسا لما قلتوا لي هيك كان بدي إجي هذا جديد ما بخلي هذا جديد صار له سنين بيتعمر، أنا مذكره من زمان عساس كوتيل ما زبط هاي قصص الماي فهلا صار خيمة. منيحة بالهول هاني يا باشا البيوت اللي هون نحن صرنا بمنطقة غالية كثير، سعر المتر الأرض تبعها تقريبا 3-4000 دولار. هذا البيت تحديدا هالبنية اللي عم نحكي عليها، هذه البنية بيطلع فيها السيارة على البيت لفوق وبيصفى حد بيته، بيطلع معنا سعرها تقريبا بالمليونين دولار إذا بدك. هذه البنية تحديدا معنا مخرجة سفينة على تايتانيك طالع. نحن صرنا يا معلم لما نمر من المدينة الرياضية هيك رايحين على سامرلاند الوزاعي. ما بعرف شو بقى سفارة سفارة جوا سلطنة عمان. مين؟ سلطنة عمان. جربنا هذه سلطنة عمان. والله طرينا مريم هاني شي 4-5 سنين تسكرت الطريق السنة كلها مهبرجة واللي شايفينه بوجهنا عن بعيد هي شقة من المدينة الرياضية. بس يا ريت ما يهزني عم بهزوني هون من ماريو. هذا اوتوستراد جديد اوتوستراد جديد يوصلك من اليونسكو للوزاعة. سوري يعني بس مو عم حاول ابنى فيي اني اعمل شيء. هاني اذا بتحب تجي اهلا وسهلا ماريو برافو. هيك نحن رايحين على الوزاعي، معالم الوزاعي كلها مختلفة جدا، ما في معالم وزاعي. هذا جسر جديد، جسر جديد كلهم تقريبا هالسنة والسنة الماضية بلشوا يفتحوا. هلا من هون كنا نطلع على السفارة الكويتية. الشمس معمر بيتك نقطة على الصدر حبيتك نقطة على الصدر من الأيام.
وصلنا على السفارة الكويتية. جديد الفنان سامي النشار، اطلبوه الآن من كافة الديسكوتيك. لخدمة ممتازة ولإعلان بارز، إذاعة نجوم لبنان. لإعلاناتكم في إذاعة نجوم لبنان في منطقة الشمال، الاتصال على الأرقام التالية. على فكرة هون بهالرملات هولي كان في أوتوستراد، هالسنة طار الأوتوستراد. صفر ثلاثة. احنا بوجهنا عم يعملوا جسر. و 06 400. مع انه لما افتتحوا للمدينة الرياضية فزعوا هون، كان كتير حلو، كان شارع كلياته عريض. هلا هون عاملينه خضرة بالجملة، بس ما فينا نروح دغري بوجه للمدينة الرياضية لأنه في حفريات وبيصير في أوتوستراد غير شوط. ايه هلال، رح نلف من أفيا للمدينة الرياضية، يعني من جهة صبرا. هاي المدينة الرياضية هون عم تبين معنا. هلا نحن من صبرا من ورا. هذه المدينة من وراء. مطعم أسود مسمار رفي حتى يقدمكم أشهر محكومات، ملابات متنوعة، ومشاوي على الفحم، خيمة أراضي، خدمة سريعة، وأسعار ما تتجاوز 10 دولار للشخص الواحد. وأهم من كل مطعم أسود مسمار تقديم أطيب أنواع السمك الطازة حسب الطلب. للحجز شو خيي؟ 06 50 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
المركز هذه بعد ما انفتحت بعضهم عم بيشتغلوا فيها والذي اضطرار صحه المجلس بال60 447 420 بالوجه. نحن صرنا بصبره صبره ولا صبره؟ هي صبره وين صبره؟ صبره وراها. ايه ما هي القفا حلو الواحد يشوف القفا والوجه بس ما في يبرم كثير ابو الشباب اللي عم يحضر. اتصل على الرقم 03-379-73-03-379-73. وهيدا الجيمنازيوم اللي حكينا عنه. على فكرة لما بدوها بالليل غير شكل يصير يصير نهار. وهلا طالعين على الميزون. هاي الجامعة العربية هذا أبعد شيء كنا نشوفه.